والمرحمة الذي وصل دينه وامتد نوره وأشع في جنوب شرق آسيا وفي جنوب آسيا حيث رحمة الإسلام. فبنغلاديش 165 مليون مسلم لم تعتدي على أحد، والهنود 320 مليون مسلم لم يعتدوا على أحد، والباكستان 210 مليون مسلم، وكذا مالديف وإندونيسيا أكبر دولة إسلامية، وماليزيا النموذج. الإسلام انتشر في تلك البقاع ولم يجبر واحدا ولم يخرج عائلة من بيتها. فتح لهم المسالخ والمجازر، هولوكوست مفتوح قتل فيه ملايين. إن هذه الطائفة أيتها الأمم المتحدة، يا من تخلقين لمجرد جرح صهيوني واحد، هذه الطائفة كادت أن تفنى، وهذا هو الفصل الأخير في حرقها، في شوي أطفالها، في قطع الجماجم. لم نرى في 36 اشتعال في العالم والضحية دوما دوما مسلم، 36 اشتعال اليوم. بانجي في وسط أفريقيا طهروها على زعمهم من الإسلام المصريين. إنها فرنسا عضو مجلس الأمن الدائم أبادت الإسلام والمسلمين سوى 7000 في حي الوسط لا زالوا محاصرين بكتيبة فرنسية. لماذا نحن الضحايا؟ من حق الضحية أن يصرخ. لذلك جئناكم نيابة عن مجموع الشعب الأردني الذي يتعوه لآلام الأمة والذي هو رائد ورأس رمح الأمة، لنقول كفى مذابح للمسلمين، كفى إبادة لهذه القومية، لا يسمح لها حتى بالغرق، لا يسمح لها حتى بمغادرة الأرض، تحرق داخل كهوفها، يؤكل أطفالها. ما هذه البشاعة؟ أيتها الأمم المتحدة، يا أمريكا، يا بريطانيا، الصين، روسيا التي جربنا إجرامها كما إجرام أمريكا في كل مكان، لماذا يسمح لحكومة ميانمار التي تزعم أنها ديمقراطية بإذابة وتذويب وشطب قومية أساسية؟ لأن لها 600 كيلو متر على الساحل الأراخاني؟ لأنها أقامت دولة ذات يوم؟ لأن 90% من مقدرات أراكان، مقدرات بورما أو ميانمار المعدنية في أراضيهم؟ لأنهم مثقفون؟ لأنهم متعلمون؟ ثم نطالب بعض إحدى الدول العربية التي فيها 400,000 روهنجي بلا جنسية وبلا إقامة وبلا حقوق مدنية، نطالبهم أن يفكوا الحصار عن إخوانهم. الذي أمرنا قبل أيام في الأضاحي أن نحسن الذبحة وأن نريح الذبيحة وأن نرحمها، ولكم أعجبني بعض الواعين للسنة ممن كانوا يترفقون بالأضحية ويهمسون في أذنها ويدعون حتى تستسلم ثم يذبحونها على السنة. فكيف يبطش في هذه الأقلية بطريقة نازية جهنمية كريهة سوداء؟ إن الحركة الإسلامية ومجموع الحاضرين تطالب حقيقة بوقف هذا العدوان النازل على هؤلاء المستضعفين، ثم إننا نطالب الحكومة أن يكون لها رأي وأن يكون لها دور وأن تكون طليعية في قيادة، في تكوين جهد أممي يوقف هذه المجزرة ويوقف هذه المذبحة، ويكون لها تصرف طبقا وترجمة لأشواق الشعب الأردني العظيم.
رمل الأنباء قمر الحقيقة.